لماذا لا يحتاج حليب السعودية لمواد حافظة في عبوات تتراباك؟ لأنه مثل حبك صافي يحمي. عبوات تتراباك تحفظ الحليب الطبيعي بدون الحاجة لمواد حافظة، لأنه حليب السعودية تم تعريضه لدرجة حرارة عالية لمدة قصيرة تقضي على البكتيريا بدون ما تأثر على الطعم ولا على القيمة الغذائية للحليب. وبفضل طبقات الحماية الستة يبقى الحليب محفوظ بعيد عن الهواء والضوء، ويحتفظ بقيمته وجودته لمدة 6 أشهر. عبوات تتراباك معتمدة من الجمعية السعودية لطب الأطفال، لأن تتراباك تحمي ما هو جيد.